مساء الخير على حضراتكم، مساء الخير على كل جماهير النادي الأهلي العظيمة في كل مكان. برحب بحضراتكم وحلقة جديدة من المحترف في الدوري المصري. الحقيقة النهاردة عندنا حديث عن طبعا مختلف ملفات الكرة المصرية وأكيد أخبار نادينا العظيم النادي الأهلي. والنهاردة الحقيقة هيكون معانا حلقة مختلفة شوية، هنعلن أو هنشوف فيها حصاد الموسم كاملا، الدوري الممتاز اللي يمكن انتهى طبعا بنهاية مباراة النادي الأهلي والمصري أول امبارح، واللي الحقيقة كانت يعني كان في اختلاف شوية على مستوى السوشيال ميديا ما بين جماهير النادي الأهلي في أهمية هذه المباراة. الحقيقة يعني في جزء كان بيتكلم ان كنا عايزين نكمل المسيرة بلا هزيمة، وعايزين طبعا بعد طبعا الهزيمة من فريق بيراميدز، لكن مباراة المصري الحقيقة كان ليها حسابات أخرى عند النادي الأهلي. النادي الأهلي في مباراة طبعا النادي المصري كان خلاص إدى أجازات لمعظم اللعيبة اللي شاركت بدقائق كبيرة جدا في خلال الموسم، ودفع كولر بعناصر شابة. الحقيقة طبعا يعني المباريات طول الموسم باستثناء لاعب أو اتنين تم الاعتماد عليهم بشكل كامل، لكن الشباب اللي شفناهم الحقيقة كان مهم جدا إن أنت تشوفهم في مباراة رسمية. الحقيقة في بلاننج محطوط بشكل معين، والنادي الأهلي الحمد لله نجح فيه بجدارة. شفنا مباراة النادي المصري في عناصر جديدة، شفنا معتز محمد السيد وشفنا زعلوك وغيرهم من اللعيبة الحقيقة الشباب اللي إن شاء الله بإذن الله زي ما بقول ما نستعجلش على الولاد دول، يعني عندنا الحمد لله ذخيرة جيدة جدا جدا من اللاعبين في قطاع النادي الأهلي الحقيقة، و يعني مستنين الفرصة، والفرصة أكيد هتيجي ما فيش شك. يعني زي ما بنقول إن في قواعد معينة للدفع بالولاد الصغيرين، مش هقول الصغيرين لكن الولاد، ولاد النادي ولاد القطاع. الحقيقة إن اللي بيقدم مجموعة جيدة جدا جدا من اللاعبين في كل يعني في كل المراكز. مباراة نادي المصري الحقيقة زي ما بقول لحضراتكم شهدت العديد من الولاد الصغيرين، كان في تشكيلة أكيد تشكيلة جديدة أول مرة يلعبوا مع بعض مباراة رسمية، ممكن يكون التجانس لسه مش موجود، بس زي ما بقول لحضراتكم أهداف المباراة كانت مختلفة شوية للجهاز الفني. الجهاز الفني عايز يقف على بعض العناصر، عايز يشوف بعض العناصر الجديدة، عايز يدي دقايق لعب لبعض اللاعبين اللي ما شاركوش بشكل كبير في مباريات الدوري اللي فاتت، وبالتالي الحسابات كانت مختلفة شوية. وبالتالي زي ما بقول لحضراتكم يعني مارسيل كولر الله يكون في عونه، يعني الحقيقة ادى راحات لمعظم اللعيبة اللي يمكن لعبت دقائق كبيرة زي الشناوي وعبد المنعم وكهربا وبيرسيتا وقفشة وأليو ديانج، يعني مجموعة كبيرة من اللعيبة الحقيقة اللي يمكن بعد مباراة بيراميدز اداهم راحة سلبية. وعنده تأكيد طبعا الراجل اول مره الحقيقه يواجه مشكله زي اللي بيواجهها دلوقتي، اللي هو ما يعرفش حتى الدوري الجاي ده هيبدا امتى، وبالتالي النادي الاهلي مرتبط بمباريات كثيره جدا. لسه عندنا الموسم لم ينتهي لغايه دلوقتي في مصر على مستوى البطولات، لسه النادي الاهلي عنده مباراه في دور ال 16 في كاس مصر امام فريق الداخليه، النادي الاهلي لسه كمان عنده مباراه في السوبر الافريقي ان شاء الله في شهر 9، لسه في مباريات كثيره وبطولات لسه والموسم لم ينتهي. لكن التحضير للموسم اللي جاي وده كمان مهم جدا. حضراتكم تفتكروا يمكن الموسم اللي فات يعني كمان كان في خطوه جيده جدا من مجلس اداره النادي الاهلي بان هم ادوا راحه للاعبين يعني لمده طويله، وكان الحقيقه ده سبب رئيسي في ان النادي الاهلي السنه دي ظهر بهذا المستوى الجاي. فعلى سبيل التنظيم زي ما بقول لحضراتكم كولر طبعا راجل منظم جدا، راجل بيشتغل بشكل احترافي، يعني بينظم العملية بشكل على قد ما يقدر، يعني ادى راحات لبعض اللعيبة هيرجعوا تقريبا قبل مباراة الداخلية في كاس مصر. عايز اقول لحضراتكم الصعوبات اللي بيواجهها المدير الفني لغاية دلوقتي زي ما بقول لحضراتكم مفيش ميعاد محدد لبداية الموسم القادم، وبالتالي فترة الإعدال اللي بتتعمل قبل بداية كل موسم مش عارف يظبطها بشكل كويس، وبالتالي إدى راحات لبعض اللعيبة دلوقتي لمدة تقريبا 7-8 أيام عشان يرجعوا على مباراة كأس مصر أمام الداخلية في دور ال 16. الغريب إننا كمان سمعنا إن كأس مصر السنة دي مش هينتهي، يعني هيبقى لغاية دور قبل النهائي، إن شاء الله النادي الأهلي يوصل لدور قبل النهائي وبعدين هيكمل
كاس مصر دوت بتاع السنه دي هيكمل السنه الجايه. فده طبعا جزئيه يعني الراجل مش متعود عليها، ان يعني كاس يتلعب على موسمين ده شيء بالنسبه له غريب، علشان ينظم فترات الراحه، فترات الفرقه هتلعب ازاي، هيظبط فتره الاعداد او البري سيزون هيبقى شكله ازاي، لغايه دلوقتي مش واضح لان مفيش ميعاد محدد لبدايه الدوري السنه الجايه. وبالتالي كولر بيشتغل يعني زي ما بقول لحضراتكم، بيحاول بقدر الامكان انه يوظف او يوظف الاوقات المناسبه ازاي يشوف ولاد جديده او ولاد من قطاع الناشئين ويبدا يحكم عليهم بشكل او باخر. عايز يدي اللعيبه اللي خدت مباريات كثيره جدا الموسم ده، الحقيقه موسم كان طويل جدا واللعيبه كان مرهقه، فعايز يدي شويه راحات مع كمان بدايه البري سيزون، فتره اعداد لازم تكون فتره اعداد جيده للموسم القادم. كل دي تحديات الحقيقه بيواجهها كولر، وبالتالي ان شاء الله قد التحديات ديت، واحنا النادي الاهلي الحقيقه قدم موسم ولا اروع. السنه دي 5 بطولات، انجاز كبير جدا جدا. النادي الاهلي السنه دي كمان على صعيد بطوله الدوري كان ملك الارقام القياسيه الحقيقه اللافته للنظر في كل حاجه، سواء الارقام الجماعيه او الارقام الفرديه، تميز اكتر من لاعب، تطوير او تطور اداء لاعبين على مستوى كبير جدا على المستوى الفردي وعلى المستوى الجماعي. وزي ما بقول لحضراتكم ده يعني مع حضراتكم هنفرش كل دوت، وهنشوف في الموسم دوت كان ماشي ازاي من خلال نادينا العظيم النادي الاهلي، ازاي اداه بشكل اكتر من رائع. عندنا احصائيات كثيره جدا عن كل الفرق في الدوري المصري السنه دي، فان شاء الله النهارده هتكون حلقه مميزه جدا. عندنا تقرير كمان مهم جدا نشوف من خلاله ازاي النادي الاهلي قدم موسم استثنائي، موسم اكتر من رائع على جميع المستويات، على مستوى زي ما بقول لحضراتكم الارقام القياسيه الكبيره جدا، التطور في اداء اللاعبين بشكل كبير جدا. المعادله الصعبه اللي عملها كولر خلال الموسم ده انه بيقدم اداء راقي جدا مع نتيجه وفي نتائج كبيره، شفنا سلسله من النتائج ب3-0، وبعدين شفنا سلسله من النتائج ب4 اهداف. يعني الحقيقه كمان كم هائل جدا من الاهداف اللي احرزها النادي الاهلي. كمان كان في فرص كتيره جدا ضاعت، لو تخيل الرقم كان هيكون عامل ازاي لو كمان الفرص دي جت. فتعالوا مع بعض سريعا نشوف التقرير ده ونرجع مع حضراتكم مره ثانيه. الحقيقه زي ما بقول لحضراتكم النادي الاهلي الموسم ده يمكن حقق المعادله الصعبه، ويعني كان ماشي بشكل اكتر من رائع. وزي ما بتكلم معاكم دايما المعادله الصعبه او كان امنيات النادي الاهلي دائما وابدا انه يشوف كره حلوه وكمان اداء كويس ونتيجه كويسه، وده اللي حاول الحقيقه النادي الاهلي من خلال الموسم دوت في عمليه الشكل الجماعي الجميل جدا اللي لعب بيه النادي الاهلي. على المستوى الدفاعي تحسن كثيرا جدا جدا، على المستوى الهجومي كمان كان في تحسن. بتكلم على الاداء الجماعي وسط الملعب ايا كان مين موجود، بتلاقي العجله دايره بشكل اكتر من رائع. عملية تطوير اللاعبين كمان عملية قام بها كولر بشكل كبير جدا وبشكل سريع جدا وبشكل رائع جدا. اتكلمنا على أداء محمد هاني، ازاي محمد هاني من اللعيبة المميزة جدا في هذا الموسم. نتكلم على عبد المنعم، نتكلم كمان على مهم جدا انتقال حسين الشحات من مركز الجناح اليمين لمركز الجناح الشمال. خلي بالك بتبقى عملية انه حسين متعود انه يلعب ناحيه اليمين بشكل او باخر، مع وجود بيرسي تاو وتالق بيرسي تاو يعني وتطوير ادائه بشكل اكتر من رائع في النص الاخير من الموسم، وحسين الشحات راح الناحيه الشمال، لقينا تطور كبير جدا كمان لحسين الشحات في الجناح الشمال، وبدا يظهر امكانياته بشكل على مستوى التهديف، على مستوى صناعه الاهداف. بنتكلم حتى دلوقتي محمد شريف يمكن ما شاركش في دقائق كتيره، لكن لما بينزل بيثبت انه مهاجم كويس وهداف، وما عنديش كلمه البديل ديت اللي جت في التقرير، لان ما عندناش بدلاء في النادي الاهلي. النادي الاهلي سكواد كبير، وزي ما بقول لحضراتكم ما فيش عمليه ده بديل وده اساسي وده احتياطي، الموضوع ده مش موجود في قاموس كولر ولا موجود في قاموس فريق النادي الاهلي السنه دي. عندنا سكواد كامل كله بيشارك بشكل كبير جدا، عدد كبير جدا من السكواد شارك بدقائق لا باس بيها في هذا الموسم، وبالتالي موسم ناجح بكل المقاييس. الحقيقه الدوري المصري كمان اتقدم بشكل كبير الموسم ده كمان على صعيد القيمه التسويقيه للدوري المصري. يمكن زي ما بقول لحضراتكم ترانسفير ماركت احدى طبعا يعني مواقع المهتمه جدا بالارقام على مستوى العالم. يمكن القيمه التسويقيه السنه اللي فاتت
وصلت ل 180 مليون يورو. دي تصدر طبعا أندية النادي الأهلي ب 33 مليون يورو، متفوقا على صاحب طبعا المركز الثاني الزمالك، والقيمة التسويقية وصلت ل 22 مليون يورو. طبعا فريق حرس الحدود هو أقل قيمة تسويقية أو سوقية في مسابقة الدوري هذا الموسم ب 3.3 مليون يورو. الأهلي كمان زي ما بقول لحضراتكم تأهل لدوري الأبطال، طبعا دوري أبطال أفريقيا للموسم اللي جاي، هو وفريق بيراميدز اللي يعني أول مرة يوصل لهذه البطولة في تاريخه. احتل فريق نادي الزمالك وفيوتشر المركز الثالث والرابع، وهيمثلوا مصر إن شاء الله على مستوى الكونفدرالية. وطبعا على صعيد الهابطين طبعا ودع طبعا أندية حرس الحدود وغزل المحلة وأسوان مسابقة الدوري الممتاز، مع صعود طبعا ثلاث أندية للدوري الممتاز. ضيف جديد هو فريق زد لجانب طبعا فريق الجونة وبلدية المحلة. النادي الأهلي الحقيقة كان طبعا زي ما قلت لحضراتكم خلال التقرير 63 هدف، في وهو أفضل خط هجوم في الدوري. كمان كان صاحب أقوى دفاع ب 13 هدف سكنت شباكه، جاء في المركز الثاني لأقوى خط هجوم فريق بيراميدز ب 58 هدف، ثم الزمالك ب 52 هدف. على صعيد طبعا القوة الدفاعية كان فيوتشر في المركز الثاني بعد النادي الأهلي وسكنت شباكه 23 هدف فقط، ثم المركز الثالث كان بيراميدز ودخل مرمى 24 هدف، وكان أكيد فريق حرس الحدود الأقل تحقيقا للفوز بخمس انتصارات في الدوري، وتعرض للخسارة ب 19 مباراة، وهو أيضا صاحب أضعف خط هجوم حرس الحدود ب 21 هدف. غازي المحلة يمكن كمان صاحب أضعف خط دفاع، استقبل شباكه 47 هدف. والنادي المقاولين الحقيقة دخل وسجل إحصائية للدوري الممتاز الموسم اللي فات، وكان أكثر تحقيقا للتعادلات ب 17 تعادل في مشوار البطولة. كمان شهدت مباراة الدوري السنة دي تسجيل 20 هدف عكسي للفرق في مرمى. زي ما بقول لحضراتكم النادي الأهلي موسم ولا أروع على مستوى الأرقام، على مستوى النتائج، على مستوى اللاعبين. الحقيقة حتى أفشة ظهر في التلت الأخير من الموسم بشكل أكثر من رائع، ظهر بشكل اللي احنا عارفين أفشة. طبعا لسه كمان عندنا غيابات، كريم فؤاد ربنا يرجعه بالسلامة، لسه عندنا أكرم توفيق، لسه في بعض الغيابات، عمرو السولية هيعود تاني بعد الإصابة. الحقيقة عندنا سكواد محترم جدا جدا، وإن شاء الله بإذن الله يكون الموسم القادم موسم يعني على مستوى الدوري كمان على مستوى عالي جدا 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 إن شاء الله بإذن الله. فريق النادي الأهلي هيكون لنا كلام مهم جدا عن الحصاد زي ما بقول لحضراتكم، وكمان عن المباراة اللي فاتت أمام النادي المصري في مسابقة الدوري العام، وهنتكلم كمان عن مباراة النادي الأهلي اللي جاية أمام فريق الداخلية يوم الأحد إن شاء الله في دور الـ16 لكأس مصر. ضيوفنا النهارده هيكون يعني كمان عندنا لغه الارقام، يعني المتميز محمد الباز، عندنا احصائيه ممتازه للدوري المصري السنه دي، احصائيه رائعه هتكون معانا من خلال محمد الباز. وعندنا اتنين نجوم كبار طبعا، الكابتن الكبير عادل طعيمه هيشرفنا مع الكابتن الكبير عمرو الحديدي عشان نتكلم على هذه الملفات، ونشوف او شايفين ازاي النادي الاهلي خلال الدوري او خلال الموسم المنقضي من الدوري المصري، ايه اللي اتحقق على مستوى طبعا الارقام القياسيه، واستعداداتنا كمان للفتره اللي جايه. زي ما بقول لحضراتكم عندنا مباراه قادمه يعني مع فريق الداخليه في كاس مصر في دور ال 16، وبعدين عندنا بعديها منتظرنا نادي اعتقد انبي ان شاء الله، في لو ان شاء الله يعني ربنا ان شاء الله يكتب الفوز لفرقتنا المباراه اللي جايه، ونقابل انبي عشان نكون في الدور قبل النهائي في كاس مصر السنه دي. المصري وبعدين انبي، يعني عندنا الداخليه وبعدين عندنا النادي المصري، وهنقابل ان شاء الله باذن الله انبي في دور قبل النهائي. نروح بعض الاخبار السريعه عندنا، ان النادي الاهلي يعني ان شاء الله في يوم الاحد مؤتمر صحفي لاعلان عن راعي جديد. راعي جديد بينضم لقائمه رعاه النادي الاهلي الحقيقه خلال الفتره اللي جايه. يحضر المؤتمر أكيد الكابتن محمود الخطيب رئيس النادي وأعضاء مجلس الإدارة وعدد من نجوم فريق الكرة والفرق الرياضية. طبعا يعني راعي جديد للنادي الأهلي ده بيدخلك في جزئية كان فيها لغط كبير جدا، هو اشمعنى النادي الأهلي يعني كل الرعاة دول؟ الحقيقة يعني أي شركة في العالم وأي حد عنده منتج عايز يسوقه
بيدور على اسمه، بيدور على كيانه، بيدور على مؤسسة تكون عندها نجاحات كبيرة جدا جدا عشان يكون اسم المنتج بتاعه مرتبط بهذا الكيان. وعلى خلال يعني انا يعني بستعجب شوية ازاي الناس يعني بتقول الكلام دوت. طب اشمعنى النادي الاهلي؟ النادي الاهلي ارقامه قياسية، بطولاته، جماهيره، شعبيته على مستوى العالم كله وعلى مستوى افريقيا. النادي الاهلي الحقيقة يعني عنده جاذبية كبيرة جدا جدا وعنده نجاحات كبيرة حتى على مستوى الرعاة. مفيش افضل من النادي الاهلي لاي شركة ممكن تسوق منتجاتها او اي راعي عايز يبرز يعني انتاجه او علامته التجاريه هيكون افضل من النادي الاهلي. وبالتالي بيسعى الكثير جدا من الرعاه ليكونوا موجودين جنب شعار النادي الاهلي. والحقيقه يوم الاحد ان شاء الله يكون في راعي ان شاء الله جديد في من ضمن رعاه النادي الاهلي. وده شيء مهم جدا، مهم جدا العمليه الاستثماريه، وانك عندك رعاه كثيرين جدا، عندك دخل كبير جدا بيخش من خلالها الرعاة عشان تقدر تجيب اللعيبة اللي انت يعني تحقق بيها البطولات وتحقق أحلام الجماهير. حقيقة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي كمان بيواصل تدريباته على ملعب مختار التتش بالجزيرة استعدادا لمباراة الداخلية زي ما قلت لحضراتكم يوم الحد اللي جاي إن شاء الله. طبعا ده في منافسات الدور الـ16. يمكن مارسيل كولر المدير الفني عمل محاضرة مع اللاعبين قبل بداية التدريبات بيراجع عدد من الجوانب الفنية المتعلقة بالاستعداد للمباراة. يمكن كمان في مجموعة من اللاعبين أدت تدريبات استشفية أو ريكفري في الجيم وفق للبرنامج التدريبي الخاص للتحضير لهذه المباراة. شاهد كمان المباراة تنفيذ فقرات على المستوى البدني على المستوى الخططي، وأكيد ما فيش صغيرة وكبيرة الحقيقة بيسيبها مارسيل كولر، كل واحد عارف دوره بالظبط. بنشوف تاني مجموعة من اللعيبة الشباب الموجودين في تدريبات النادي الأهلي موجودة، وإن شاء الله يكون ليهم دور مهم جدا في الفترة اللي جاية. التدريبات زي ما بقول لحضرتك التدريبات البدنية ما فيهاش شكل العنف قوي، خلاص احنا تقريبا في نهاية الموسم. ويعني كمان لو بنقول التحية على المستوى الفني للجهاز الفني كمان لازم نقول تحية الحقيقة للجهاز الطبي ومشرف اللياقة البدنية أو مدرب اللياقة البدنية. الحقيقة كنا بنعاني السنة اللي فاتت من إصابات كثيرة جدا، تاتش وود يعني عندنا الحمد لله السنة دي عدد قليل جدا من الإصابات، عندنا مشاركة لعيبة كتيرة جدا جدا من السكواد على مستوى الدوري الحمد لله، ما عندناش إصابات مقلقة شوية، كل الإصابات إصابات خفيفة. عندنا إن شاء الله هيرجع زي ما قلت لحضراتكم عندنا أكرم وعندنا يعني عمرو السولية إن شاء الله يكون متواجد، الحراس العمالقة موجودين طبعا بغياب الشناوي لأن من اللعيبة اللي واخدة راحات. كل التوفيق إن شاء الله للمباراة اللي جاية مباراة الداخلية، إن شاء الله تكون مباراة جيدة ونقدم إن شاء الله أداء جيد ونتيجة جيدة إن شاء الله للصعود لدور الثمانية في كأس مصر. قبل ما نخرج وزي ما عودنا حضراتكم في الحصاد بنبص سريعا أو نراجع سريعا على جدول الدوري المصري المنتهي بعد نهاية المسابقة، نشوف الترتيب الأخير لمسابقة الدوري المصري لموسم 2022-23 بتصدر أكيد النادي الأهلي بطل هذه النسخة وعودة للبيت، يعني خلاص الدوري في الجزيرة. الأهلي بموسم استثنائي ب 83 نقطة في المركز الأول، يليه بيراميدز في المركز الثاني بفارق 10 نقاط 73 نقطة، الزمالك 60 نقطة في المركز الثالث، فيوتشر المركز الرابع ب 58 نقطة، النادي المصري في المركز الخامس ب 48 نقطة. هتلاقي عدد النقاط بقى ما بين الخامس لغاية العاشر تقريبا هتلاقي ما بينهم نقطتين ثلاثة، إنبي في المركز السادس، الحقيقة إنبي كمان عامل الدور الثاني بمستوى أكتر من رائع وقدر يوصل للمركز السادس ب 45 نقطة، مقاولين العرب في المركز السابع 44 نقطة، الاتحاد السكندري في المركز الثامن ب 43 نقطة، فاركو في المركز التاسع 42 نقطة، زي ما بقول لحضراتكم فرق النقاط نقطة 2 ما بين كل مركز. سموحة في المركز العاشر 42 نقطة، الإسماعيلي في المركز الـ 11 بـ 40 نقطة، وطبعاً الإسماعيلي أتمنى إن شاء الله السنة اللي جاية ما يكونش بيعاني المعاناة الكبيرة اللي عاناها السنة دي في الهروب من يعني قاع الدوري، لأن النادي الإسماعيلي نادي كبير جداً جداً. البنك الأهلي
أنهى الدوري في المركز الـ 12 بـ 39 نقطة، يليه سيراميكا كليوباترا في المركز الـ 13 بـ 37 نقطة. طلائع الجيش بعد معاناة كبيرة كمان في هذا الموسم قدر ينهي الموسم في المركز الـ 14 بـ 36 نقطة. الداخلية في الدقائق واللحظات الأخيرة من الدوري قدر أن هو يبقى في الدوري الممتاز في المركز الـ 15 بـ 35 نقطة. أسوان غزل المحلة حرس الحدود الهابطين إلى دوري المحترفين السنة اللي جاية. أسوان في المركز 16 ب 33 نقطة، غزل المحلة نفس عدد النقاط في المركز 17، حرس الحدود في المركز الأخير ب 25 نقطة. هداف الدوري، مين هداف الدوري السنة دي؟ نبص كمان على قائمة أو ترتيب هداف الدوري المصري للموسم دوت، وطبعا في المركز الأول مبلولو لاعب الاتحاد السكندري ب 16 هدف، يليه زيزو لاعب نادي الزمالك ب 13 هدف، ثم محمد شريف طبعا النادي الأهلي ب 11 هدف. وزي ما بقول لحضراتكم محمد شريف عدد الدقائق مقارنة بزيزو وطبعا هداف النادي الاتحاد السكندري مابولولو عدد دقائق قليل جدا، لكن قدر يخش في المنافسة. وطبعا ده غير ضربات الجزاء، يعني في بعض اللاعبين مابولولو كان بيلعبوا ضربات جزاء. فعايز أقول إن كمان محمد شريف قدر يقتحم هذه القائمة بنجاح شديد جدا جدا ب 11 هدف. عدد الدقائق كان أقل كتير جدا من زيزو ومن مابولولو، لكن قدر محمد شريف إنه يحقق المركز الثالث إن شاء الله بإذن الله الموسم اللي جاي يكون من الأوائل. خلينا نروح لفاصل سريع، لأن بعد الفاصل هنستقبل مع حضراتكم اثنين من نجوم النادي الأهلي، الكابتن الكبير عادل تعيمة والكابتن الكبير عمرو الحديدي. هنتناقش في ملفات كثيرة جدا تخص أكيد نادينا العظيم النادي الأهلي بعد الفاصل. أهلا بحضراتكم مرة تانية. خلينا نرحب بضيوفنا النهاردة والموجودين وبيشرفونا في المحترف في الكابتن الكبير الكابتن عادل تعيمة. مساء الفل عليك كابتن. مساء الخير كابتن هاني، وحشني. انت كمان والله بركه يا كابتن، كله بخير. الف مبروك يا حبيبي. حبيبي ربنا يخليك. والكابتن الكبير طبعا كابتن عمرو الحديدي. عمور مساء الفل. مساء الفل ابو كويت، اخبارك ايه؟ ربنا يخليك كابتن. كله تمام الحمد لله. منورنا في حصاد الدوري يا كابتن. احنا بنتكلم النهارده على لغه الارقام، حصاد دوري الممتاز مش حصاد الموسم، لان لسه الموسم مستمر. وعايز اعرف من حضرتك ومن الكابتن عمرو رؤيتك الشامله للموسم دوت للنادي الاهلي، الخاص طبعا بالدوري الممتاز. شفت النادي الاهلي ازاي في الدوري الممتاز السنه دي يا كابتن؟ بدايه بسم الله الرحمن الرحيم، بدايه طبعا الموسم افضل من الموسم الماضي اكيد، على الرغم من برضه نفس المساوئ اللي كانت موجوده في الموسم اللي فات، من حيث الفار، من حيث التحكيم، من حيث التصوير التلفزيوني، من حيث قله الجماهير، السلبيات الموجوده في القرارات والقرارات العشوائيه ما فيهاش دراسه ما فيهاش. لكن بالنسبه للنادي الاهلي بيعوم او يعني ماشي مع في تيار، التيار ده خط مستقيم ماشي عليه من حيث الاداره، حيث الجهاز الفني، الجهاز الطبي، الجهاز الاداري، من كل النواحي، من بدايه الاختيار المدير الفني والاختياره بعنايه من مدرسه معينه بحيث ان هو يتناسب مع النادي الاهلي. صحيح. عايز المدير الفني الطبيعه الهاديه، الطبيعه المتزنه، الطبيعه اللي فيها نوع من الصرامه مع الود والاحترام وفي نفس الوقت الخشيه. الاختيار دايما بيبقى من الاداره بيبقى موفق، وشفنا موسيماني وفايلر واخرهم كولر. البدايات طبعا كانت بدايه كانت جيده جدا، وشفنا الراجل وشخصيته، قلنا الكلام ده قبل كده، وشفنا بعد كده بعد ماتش سان داونز والاداره وموقفها، ثم الماتشات بقى الثلاثات والاربعات وافريقيا والسوبر المرتين والدوري والكاس. اوضه اللبس كانت محترمه جدا، الروح القتاليه عاليه جدا، على الرغم من تتابع المباريات بشكل غير مسبوق. انت بتلعب كل تقريبا كل 72 ساعه مباراه مظبوط، وساعات اقل، مع اخطاء فجه تحكيميه سواء من الفار او من وشفنا يمكن اخر ماتش اللي فات
حالتين طرد ما لهمش حل، على الرغم من الماتش ملوش اي يعني الحقيقه. النهارده الكابتن ناصر عباس هيكون موجود معانا النهارده الحقيقه، وكمان هنتكلم على ملف التحكيم الموسم دوت في الدوري الممتاز كان ماشي ازاي، لان زي ما بيتكلم الكابتن عادل مفيش جديد، يعني مفيش جديد للاسف، ودايما قناه النادي الاهلي واحنا داعمين للحكم المصري، ولكن عمليه التطور مش متشافه بشكل كبير. هيكون ان شاء الله في نهايه حلقتنا النهارده يعني عندنا فقره مميزه جدا مع الكابتن ناصر عباس. اتفضل يا كابتن. وبعدين من الجانب الفني بقى، الراجل كان بيلعب اول ما جه ما غيرش في طريقه اللعب، بيلعب 4-2-3-1 او 4-3-1-2، نفس الطريقه اللي كنا بنلعب بيها ايام موسيماني ما بيغيرهاش. في فتره معينه ابتدى يعمل قياس ايه الاجوال اللي بتخش فينا وبتخش ازاي، ابتدى يعمل ثلاثه ستاره في وسط الملعب، بيلعب بثلاثه في وسط الملعب، والثلاثه على اعلى مستوى من الفتنس، من المهاره، من التسديد، من المتابعه، من تنفيذ الواجبات. صحيح. لما يقول يا ديانج انا عايزك تبقى جوه 6 يارده بينفذ. صحيح. يا حمدي يا فتحي انا عايزك تبقى جوه 6 يارده عمليه التبادل، يا مروان انا عايزك تبقى في الحته الفلانيه، وفي بعض الاوقات يبقى زيد جوه 6 يارده. الكلام ده مش هيعمله الا اذا كان عارف ان القماشه او الخامه اللي معاه تقدر انها تنفذ. تطوير الاداء لكل اللعيبه من اول هاني لبيرسيتاو للشحات بيأدوا الواجبات العاليه جدا، علي معلول وما ادراك ما علي معلول، كل المباريات بيلعبها تقريبا في مستوى 8-8.5 على الرغم من انه في سن معين المفروض ان، مع ذلك هو وصفه بالموتور اللي هو لو يعني لو قعد شويه ممكن جدا يتاثر، يعني ده عايز على طول ماتشات لانه هو من النوعيه اللي هي محتاجه على طول رجليه في الملعب، لو ريحته ممكن تلاقيه في الماتش اللي بعديه ما يبقاش كويس. طبعا شفنا الشناوي اداؤه وعلي معلول وعلي لطفي ومصطفى حاجه مبشرة. يعني حضرتك بتتكلم على تقريبا، وهروح من كلامك لكابتن عمرو، كابتن عادل اتكلم على ازاي النادي الاهلي ومن خلال اختياراته مثلا لكولر، وازاي كولر اشتغل مع السكواد كاملا وعمل تطور سريع في اداء بعض اللاعبين، ده كان جزء مهم جدا من حصولنا على الدوري. انت كابتن عمرو شايف رؤيتك الشامله للدوري المصري رغم في بعض الاخطاء في التحكيم، رغم كمان الصعوبات الكبيره اللي مرينا بيها من خلال بطوله افريقيا كان ليها تاثير على الدوري، عايز اكلمك كمان على المؤجلات، ان بعض الناس بتشوف المؤجلات ديت ادفانتج او لصالح النادي الاهلي، انا شايفها العكس انها بتكون ضغوط اكتر طبعا على النادي الاهلي. فاجمالي الموسم يا كابتن عمرو شفته ازاي، او اجمالي موسم الدوري العام لان الموسم لم ينتهي بعد يعني. بص يا كابتن هاني، تكمله كلام الكابتن عادل، الراجل لما اشتغل جه بيذاكر من اول دقيقه من اللي انتهى منه موسيماني او الاخطاء اللي وقع فيها موسيماني، لعدد يعني الاعتماد على 14 لاعب، الراجل وصل انه اعتمد على 34 لاعب. الروتيشن اللي كانت مستغربه الناس من طريقه تغييراته، هو كان عايز يعرف الناس بامكانيات فكره ويعرف امكانيات اللعيبه، مين يقنع مين، انا كمدير فني بقنعك بادائي وانت بتقنعني انك تبقى موجود في الملعب. يمكن الكابتن عادل قال لعب 4-3-3، وجت وقت من الاوقات عرفنا ان كولر غير طريقه لعب النادي الاهلي، بقت 4-1-4-1 عن طريق مروان عطيه، بقى عنده لعيب بيقدر يجيد الحته دي، وعمل مهام هجوميه لحمدي فتحي اللي هو شادو الاسترايكر الخفي، وشفناه في مباراه الزمالك، راجل بقى بيشتغل من العمق، بيشتغل كويس قوي. ما دي نقطه عايز اناقشك فيها برضو، ادوار جديده على لعيبه النادي الاهلي، يعني ما كناش يعني قبل كده كنا بنشوف ان حمدي فتحي هو لعيب 6-6 خلاص تمام، يعني دي ادوار جديده. تتكلم بوجود مروان خلاص بقى عندك راس مثلث، الراجل ده اللي قدام السردباكين بيقوم بمهام السته. شفنا اليو ديانج بيزيد بيبقى 8 في وقت من الاوقات، بيشتغل مع بيرستو ومحمد هاني كمان. عندك حسين الشحات من رايت وينج لقينا ليفت وينج وبشكل اكتر من رائع، ساعات بيشتغل صانع العاب اسيست من تحت الفراوله. فكل ده شغل احتاج وقت شويه، لكن يعني ظهر بشكل اكتر من رائع. يعني بص يا كابتن هاني، كل الكلام ده تقولوا ساعه القرار اللي خده الكابتن محمود الخطيب، راحت اللعيبه اللي كان التلاحم المواسم في بعض، كان لازم القرار الجريء في وجود مدير فني بقى ذاكر وقال لك اول لما جيت كلموني على مباراه الزمالك وراجل انجز برونو سافيو الهدف اللي كسب فيه السوبر، ابتدى بقى يذاكر اللعيبه ويعرف هو عايز ايه، طور من اداء محمد هاني الفردي صحيح والحمل البدني الهاني كان بيبقى في معدل عادي، لقينا هاني بيلعب لغايه ال 120 دقيقه شفناه في كاس العالم للانديه. التطوير الاداء اللي ظهر لمروان وديانج وحمدي فتحي والسوليه، اهم واحد يمكن حضرتك قلت الكلام دوت في البدايه،
قفشه. طيب قفشه عمل اللي الراجل عايزه، عايزك 90% في الحته الدفاعيه وعايزك 150% في الحته الهجوميه. مفيش حاجه اسمها الكره معاك بتبقى ايجابي والكره مش معاك مالكش دور، لا بيعرف يجمع بكل الادوار دي كلها. اللي كان بيخش بيبقى عارف ان الراجل ده عايز منه حاجه معينه. مفيش لاعب كان موجود مع كولر ما استفادش من امكانيات الراجل. اشهر واحد للكلام ده هو بيرستاو، قال لك انا عايزه اشوفه خافف تماما، عنده شفاء تام من اصابته، أداؤه ما بقتش تقدر تستغنى عنه من ناحيه الشمال، من العمق، من الشغل، اطراف النادي، اجنحه النادي الاهلي بقى ليها ايجابيه اكتر من الجزء بتاع نص الملعب، اذا كان تا ولا عبد القادر ولا طاهر ولا مظبوط حسين الشحات. في نفس الوقت الراجل قال لك انا ارتضيت باللي موجود عندي واستقطاب اللعيبه اللي ناقصاني، وهو كان عنده 3 4 لعيبه جابهم، وقال لك الفرود ما كانش موجود، واما نيجي للانتقالات الصيفيه ابقى اجيب الفرود اللي انا عايزه واقف على مستوى كل لاعب من لعيبه النادي الاهلي. قال لك الحته الدفاعيه انا عايز اللعيبه اللي تحضر وتشتغل زي محمد عبد المنعم، زي متولي، بقى في غيره، بقى ترامي، بقى في ياسر، بقى في خالد عبد الفتاح، بقى كله عايز يمسك في المكان ما يسيبوش. والراجل شغال معاه جهاز عارف يشتغل كويس قوي، اندويا بالحته بتاعت الاحمال، جامبريلي بالحته بتاعت التثبيت ما بينه وما بين لعيبه، تقريب الخطوط من بعضها وتدفئه الخطوط ببعضها، ميكيلي او ميكيري اللي هو كان بيحلل الاداء بيديله تقرير. كل المنظومه يا كابتن هاني كانت للنجاح اكثر صحيح. من 150%. انا معاك وهروح للكابتن عادل. طبعا كلها منظومه وكلها عمليه بالزبط. عمليه دايره واحده لازم تكون متواصله ببعضها بشكل كبير. في قرارات كده المدير الفني بيتحملها خلال الموسم يا اما تكون ايجابيه جدا يا سلبيه جدا. عايز ارجع مع حضرتك كابتن لقرار انه بيشارك كهربا كراس حربه للنادي الاهلي بعد غياب يمكن اكتر من 4 أو 5 شهور بعيد تماما عن الملاعب، وقيس فجاه كهربا بيبدا كراس حربه وبيعمل نتائج اكتر من رائعه بمستوى اكتر من رائع. دي شجاعه مدير فني فيها ريسك لكن هو كسب الرهان في الجزئيه ديت انه كمان وظف كهربا لدرجه ان الناس خلاص نسيت ان كهربا اصلا بيلعب وينج اذا كان شمال او يمين، وبدا يشتغل مع كهربا بشكل اكتر من رائع وكانت النتيجه جميله جدا. حضرتك طبعا كمدير فني كبير شايف النقطه التحول ديت كانت ازاي في النادي الاهلي وهجوم النادي الاهلي. بدايه طبعا الراجل طبعا الى جانب ان هو راجل بيشتغل بالعلم وبيشتغل بكل الامور اللي فيها نوع من التحضير، الست شهور دول ما كانش كهربا قاعد في البيت عيب. كان بيعد نفسي وبدني، والا ما كانش من اول مباراه بينزل بدنيا بيلعب 70-80 دقيقه وكان بيغيره في اخر 10 دقائق وبعدين عيب. ساعات كان بيديله ماتشات كامله عيب. فكان في اعداد بدني ونفسي، وبعدين في نوع من انواع كان بيديله دافع انك انت في اول مباراه وكل المباريات اللي جايه لازم تثبت للجماهير الكره المصريه واولهم جمهور النادي الاهلي ان انت راجل على كفاءة، وانك انت بعد 6 شهور دي ما حصلتش في الدنيا ابدا ان في لاعب يبقى من 6 شهور ينزل يبقى هداف ويبقى نجم. ده ريسك هو خده فعلا، ريسك انك يعني 257 يوم بالظبط، ودي صفة 257 يوم طبعا، ودي صفة من صفات المدرب لازم يبقى عنده. انا ما بسمهاش يعني نوع من انواع المجازفة، لا مش مجازفة، ده هو راجل دارس الحاجة دي وعارفها كويس قوي، وبعدين عارف ان نسبة الفشل فيها هتبقى 10%. ال10% دي هو بيتحملها لانه انا اللي باخد القرار، لكن هو ما فيش شك ان هو عمل الاسباب وبعدين عمل الجهد اللي هو مفروض. طبعا الجهاز اللي معاه الحقيقه على اعلى مستوى من اول سيد ما كل الجهاز طبعا. وكل المنظومه اللي شغاله معاه حتى الجهاز الطبي. فطبعا خلى كهربا من اول مباراه الى جانب الجانب النفسي ان انا بقول لكهربا الجماهير منتظره منك. الجماهير بقى مش اهلي بس، ده اهلي وكل الانديه المنافسه. خلي بالك مصر كلها كانت مستنيه ان كهربا بعد الفتره الطويله ديت وبيلعب وبيبدا وبيبقى هو راس حربه النادي الاهلي، خلي بالك ما كانتش سهله اولا على كل، لان ممكن جدا لا قدر الله لو كهربا ما كانش موفق كان هتبقى مشكله، ولكن يعني كهربا كمان بشغله وبالتزامه ده مهم جدا، انه مش سهل ان حد يقعد زي ما بيقول الكابتن عمرو كده 257 يوم بعيد عن المباريات ويظهر بالمستوى اللي ظهر بيه تقريبا كل مباراه بيحرز او بيعمل اسيست بشكل اكتر من رائع. في حاجه تانية مهمه وبتبقى دايما المدير الفني بيبقى عنده نظره غير الناس كلها اكيد، فلما لقى كهربا بيلعب برجله 2 وبيلعب بدماغه
وبعدين بيحضن كويس، الكور العالية بيبقى محطة، وبعدين بيعمل اختراقات من الأطراف، وبعدين بيستغل إن هو عينه كويس على الجول، إلى جانب إن هو بيسدد برجلين الاثنين، إلى جانب عملية التحرك بتاعته ما بين السرد باكين وعملية الخلل اللي هو بيعملها. عملية في أهداف كانت بتيجي كان كهربا هو اللي بيعملها من غير ما يلمسها، بيتحرك عشان يفضل الشريف أو بيتحرك عشان يوسع لديانج. التحركات دي ما بتحصلش إلا إذا كان المدير الفني بيدي تعليمات للراجل ده وعارف إن هو لما هيلعب راس حربة هيبقى مؤثر، والدليل هداف دوري وهداف أفريقيا وبيجيب أهداف مؤثرة جدا في بطولة أفريقيا وفي كأس العالم وفي كل الماتشات اللي هو لعبها، ماتشات ماتش الزمالك شفنا قد إيه أداؤه، وكل الماتشات القوية الحقيقة كان بيأدي الأداء الرائع جدا. الجانب إن هو العنصر البدني بتاعه الطول بالنسبة له وما عندوش أطوال في رأس الحرب، يعني شريف يعني هو طبعا كهرباء أطول منه، والكرات العالية دايما بيحجز وبياخدها كويس، إلى جانب طبعا أنه الميزة اللي في كهرباء عنده الروح القتالية عالية قوي، وبعدين تلاقيه بالواجب الدفاعي بيأديه. والميزة اللي في الراجل ده اللي الناس مش واخدة بالها منها، حتى الصفقات الجديدة اللي هو بيجيبها بيراهن إن الصفقة اللي أنا هجيبها لازم تكون بتأدي دور هدومي ودفاعي بنفس المستوى طبعاً. بنفس المستوى 8 من 10 8 من 10، مش هجيب أنا واحد بيلعب مهاجم وبعدين ما بيدافعش، يبقى أنا هناك خلل. لما أنا ألعب أنا كنادي أهلي لما بلعب أي فريق لابد من عملية الضغط من البداية، والضغط ده مش هيحصل إذا كانت الفرقة كلها بتأدي في نفس الوقت. مظبوط. عمرو لو سألتك أهم أسباب النجاح أو نجاح فريق النادي الأهلي في موسم الدوري العام السنة دي كانت إيه؟ هل مارسيل كولر؟ هل في لعيب مميز؟ هل طريقة اللعب؟ هل الشكل الهجومي والدفاعي المتزن؟ يعني أنت شايف إيه أفضل حاجة كانت موجودة في فريق النادي الأهلي السنة دي؟ أقوى صفقة الأهلي اشتراها كولر. كولر هو الصفقة الأفضل، هو الصفقة رقم واحد. ان انا اطور اللعيبه دي هي اللي كانت موجوده، يبقى نجاح مني انا. يمكن الكابتن عادل قال لحضرتك في ربط ما بين ايه الفرق ما بين كهربا وبين شريف. كهربا في الصندوق التحرك بتاعه اول هدف ليه ثبت للراجل ان الراجل ده مركز، مباراه سموحه التحرك الاوفرلاب اللي اتعمل جوه الصندوق عملها تشيب كده، ادي اول هدف. مباراه الزمالك التحرك بعد الكره ما اتعملت ثرو باص لحمدي فتحي وتراجع خطوه عشان اتعامل مع الكره بايجابيه في وجود محمد عواد، حاجات كتيره كده. اشهر هدف لكهربا اللونج باص اللي عمله عبد القادر في مباراه السودان، مفيش حد يطلع ياخد الكره من العلو ده ويعملها ببطن رجله في المكان ده وانت محتاجه في المباراه دي، مباراه الهلال دي، ان انا اجيب الجون الاولاني ده في وجود الكم من الجماهير. كولر عرف كواليس او امكانيات لعيبه النادي الاهلي وتعامل معاها، طور منها على قد ما قدر، واللي ما كانش ليه دور استبعده، بل بالعكس اداله فرص مره واثنين وثلاثه واربعه. واما جه بيسال قال لك انا عندي ترتيب في اللعيبه، عندي رقم واحد عبد المنعم، رقم اثنين رامي، رقم ثلاثه ياسر، رقم اربعه متولي، قعد يعد بالترتيب الاداء. واما شفناه من جرأته اول مباراه يلعب فيها سرد باك عمره ما لعب سرد باك ادى لخالد عبد الفتاح في مباراه الزمالك. يعني الراجل واثق في الامكانيات دي. العامل النفسي او الانطباع اللي هو بيديه للعيبه، اللعيبه ما فيش حد بيقدر يزعله. طيب انا هاخد رايكم في نقطه مهمه جدا جدا، هي المعادله الصعبه انك بتادي بشكل كويس وبتعمل نتائج كمان على شكل مميز جدا. النادي الاهلي فترات سلسله من الاهداف 3-0 وبعديها بالاربعه، وطبعا دي بتبقى معادله صعبه للمدير الفني، انك بتلعب كويس جدا وبتادي بشكل اكتر من رائع وكمان بتكسب بشكل كويس. لكن هاخد اجاباتكم بعد ما نستقبل دلوقتي كمان لغه الاحصائيات والارقام من خلال طبعا نجمنا محمد البازل اللي محضر لنا الحقيقه احصائيه ممتازه ان شاء الله تستمتعوا بيها عن الدوري المصري في الموسم المنقضي، احصائيات لكل الفرق، ونشوف نادينا العظيم النادي الاهلي كان حتى بلغه الارقام كيف كان تفوقه وتميزه في هذا الموسم. نستقبل مع حضراتكم نجمنا محمد البازل. يا باز مساء الفل عليك. كابتن هاني مساء الفل على حضرتك. اهلا بيك مشرفنا، وانا عارف ان انت محضر لنا طبعا موسم دوري منقضي، لسه الموسم لسه ما انتهاش، لكن النادي الاهلي
يعني موسم من خلال الدوري الممتاز، بيعمل أداء أكتر من رائع، موسم استثنائي بلا شك للنادي الأهلي. لكن كمان عارف أن أنت محضر لنا أشياء كثيرة جدا عن الدوري المصري عامة، وإحصاء وإحصائية كبيرة جدا عن الدوري المصري الممتاز. صحيح، يعني مبروك مبدئيا للنادي الأهلي التتويج بلقب الدوري الممتاز لهذا العام. بس احنا عايزين نشوف بقى من خلال ارقام كابتن هاني التطور الفني اللي عمله مارسيل كولر مع لاعبتنا لهذا الموسم. انا عايز دايما في الحلقات السابقه كنا بنتكلم على التطور اللي حصل في عمليه الضغط العالي، واصبح مش بس ضغط عالي سلبي او يعني برسنتج معينه مثلا ايجابي، لا ده اصبح ضغط عالي شرس. ضغط عالي شرس بنشوفه في ارضيه الملعب دايما يا كابتن هاني، في ضغط مزدوج دايما نشوف 2-3 لعيبه يعني بيضغطوا على الكوره. اهم النقاط الفنيه اللي عملها مارسيل كولر من خلال النادي الاهلي الموسم ده هي عمليه الضغط المنظم للفريق كله، والضغط العالي اللي من خلاله النادي الاهلي قدر يستحوذ اكتر على الكوره ويخلق كمان فرص للتهديف. يعني صحيح، الضغط العالي والبول ريكفري او استرداد الكوره، الاثنين دول اصلا علشان نعملهم بالشكل القوي دوت اتعكسوا في الارقام اللي هنشوفها مع بعض يا كابتن هاني. من اهم نجاحهم اللي اشتغل عليه مارسيل كولر مع اللعيبه هو تطوير العامل البدني عند اللعيبه. صحيح، طالما وصل لمرحله تطوير القياسات البدنيه عند كل اللاعبين دول، ده ساعد طبعا الجهاز الفني واللعيبه ان هو يحقق الضغط العالي الشرس بشكل ايجابي وشكل ممتاز. ساعدنا طبعا في حاجات كتيره جدا، خلق فرص كبيره جدا، الاستحواذ بشكل كبير جدا، حتى استخلاص الكوره واللي هنبص عليه النهارده. في مقياس جديد في عالم الاحصائيات في كره القدم اسمه BBDA. يعني ايه الكلام دوت؟ يعني الباسس، يعني بر ديفنس اكشن، يعني انا بشوف بقيس بيه الضغط، عمليه الضغط عند اي فريق، بشوف عدد الباصات اللي بيعملها الفريق اللي هو مثلا الخصم في حاله مثلا بناء اللعبه، وبقسم عدد الباصات دي كلها كابتن هاني على معدلات الاستخلاص او الاكشنز اللي بيعملها الفريق اللي بيضغط او الفريق اللي عشان يضغط ياخد الكوره، بمعنى التاكلينج على سبيل المثال، الاعتراضات، الفاولات، استخلاص الكوره، كل ده بقسمه على عدد الباصات اللي بيبدا ان هو يستخدمها الفريق الخصم علشان اقيس عمليه الضغط. يعني هنشوف دلوقتي احصائيه. يعني انت بتتكلم ازاي فريق مثلا منافس ازاي بيعمل البيلد اب بكام عدد من الباصات وبتبدا تشوف العدد، تقسمه على عدد الاكشنز بتاعه الفريق الثاني، سواء كان ضغط، خد الكوره بشكل اعتراضات، بشكل طبعا بلوكات، بشكل استخلاصات. هنا بقى هنشوف البول ريكفري، استرداد الكوره. الاهلي مقارنه بكل الفرق في الدوري المصري لهذا العام كان بيستخلص الكوره منين بالظبط؟ عندنا لو هنقسم الملعب لثلاث ثلاث، الثلث الخاص بالنادي الاهلي من تحت، الثلث الاوسط، والثلث الامامي الهجومي او الثلث الهجومي. عايزين نبص مع بعض على الاحصائيات يا كابتن هاني ونقارنها. لا يعني نرجع بس الرقميه الاول يا شباب، نشوف رقميا الاهلي كان عامل ازاي مقارنه بكل الفرق في الدوري المصري لهذا العام. عايزين نبص نشوف الاهلي كان بيسترد الكوره منين بالظبط. مثلا لو هنبدا من الثلث الاساس، الثلث النادي الاهلي، الثلث الدفاعي عند النادي الاهلي نفسه، هنلاقيه فاضي بنسبه قليله جدا، 32 مره تم استخلاص الكوره او استرداد الكوره في حاله عدم حيازه الكوره. يعني الكوره بتكون طبعا مع الفريق الخصم، الاهلي لما بيستخلص الكوره او بيسترد الكوره في الثلث بتاعه، الثلث الدفاعي، كان اقل رقميا مقارنه بكل الفرق. ده بيقول لك بيدلل شيء ايجابي برضه، شيء ايجابي طبعا. ده بيدلل ان انت عامل هاي بريشر، عامل ضغط عالي قدام. يعني مفيش فرق كتيره بتقدر توصل للتلت الاخير او التلت الدفاعي للنادي الاهلي، وبالتالي حتى لما بتوصل للتلت الدفاعي بيبقى في استخلاص سريع للكره. صحيح، فانت ده بيدلل ان الاهلي دايما بيضغط قدام، لا اما بيستخلص الكره في التلت الاوسط او في التلت الهجومي. يعني احنا معانا الارقام ديت لو نستعرضها هنبدا ان احنا نعلم ونشوف مقارنه الاهلي بكل الفرق المصريه. يعني لا، هي كانت الصوره اللي قبل الجدول لو نقدر نشوفها. ماشي، يعني احنا عقبال ما الشباب يحضروا لنا داخل منطقه الجزاء النادي الاهلي اجمالي 737. صحيح، ده بقى بيعكس لنا هنا التطور الهجومي اللي عمله النادي الاهلي او مارسيل كولر مع اللاعبين. بيقول لك احنا داخل منطقه الجزاء بس خلال الموسم كله الاهلي 737 لمسه او باص جوه منطقه الجزاء بنسبه يعني بمعدل 19 مره في المباراه و90 دقيقه. طب ده رقم كبير طبعا، رقم بيدل على الكثافه كمان العدديه، وان النادي الاهلي متواجد في منطقه الجزاء المنافس بشكل كبير. صحيح، يبقى احنا استخلصنا الكوره وعملنا الضغط العالي وبدانا ان احنا نلعب بقى ونركز، الهجوم بقى اصبح شرس. صحيح، بقى انت متواجد جوه منطقه الجزاء بشكل كبير جدا. حتى تعال بص على الفرق الاخرى، يعني
اللي بعدين كان بيراميدز يعني الفرق مش كبير، ولكن كان عدد كبير بيدل زي ما انت بتتكلم ان بعد الضغط العالي بتضغط عالي بتعمل هاي بريسنج، وبالتالي بتتواجد في منطقه الجزاء للخصم بشكل كبير وبتقدر تعمل يعني تخلق فرص وتحرز اهدافه. صحيح. يعني لو نرجع بقى للصور الحالات، يعني لسه احنا بنتكلم على موضوع الضغط العالي والضغط العالي، نشوف حتى مثال سريع ده اتكرر في كل المباريات. يعني هنا كابتن دايما هتلاقي الضغط باثنين لعيبه، يعني مشي الصوره، يعني هنا دلوقتي الكوره خلاص مع الخصم بيبدا بيعملوا عمليه البيلد اب، خلاص هنا في ضغط مزدوج، يعني بص نقف هنا الكوره حتى في نص الملعب هتلاقي كابتن هاني اثنين ورا حامل الكوره بيضغطوا عليه، بقيه اللعيبه واقفه متمركزه بشكل صحيح، عينيهم على الكوره، مقربين المسافات صحيح. عشان نغلق المساحات بحيث ان الكوره لو طبعا ما تمش استخلاصها هنا خلاص هنقدر ناخدها في اي مكان. حتى اثنين لعيبه هنا ناحيه الاقصى اليمين هنا ناحيه الشاشه. لا من الواضح حتى ان هو يعني خلاص طالما يعني الفكره ان انت بتضغط من قدام، ولو الكوره دخلت للتلت بتاع نص الملعب بيكون في ضغط شرس من لاعب وباثنين، وبيكون زي ما احنا شايفين خط الدفاع حتى متمركز والمسافات ما بينهم مش كبيره، يعني ده كان شيء مهم جدا. مظبوط. يعني نمشي الصوره، يعني بنعرض طب الصوره نفس اللي بعديها نفس الشكل يا كابتن هاني اهو على طول خلاص ضغط مزدوج ثنائي على حامل الكوره. طبعا الامثله دي شفناها كتير جدا مع حتى الاسترداد، خلاص في هيضغط واحد واثنين وثلاثه لحد لما ناخد نسترد الكوره. يعني ده كانت بس مثال سريع، ولكن المثال ده اتكرر في كل المباريات، وده بيدلل طبعا مدى عمليه التطوير. عشان برضو الساده المشاهدين يفهموا ان الضغط لو هيبقى ضغط من متقدم، والكره لو دخلت نص الملعب يبقى في ضغط اقوى كمان، ضغط ثنائي، ولو الكره كمان راحت او رجعت للمدافعين بيكون في ضغط كمان زي ما احنا شايفين تقريبا بتضغط باربع لاعبين في مسافات قليله جدا. ده كان من الحاجات المهمه في اسلوب النادي الاهلي في مسابقه الدوري السنه دي. مظبوط. وده اتعكس زي ما احنا قلنا، ده خلاص دلل لك ان الاهلي باستخلاص الكره او استرداد الكره كان اقل فريق مقارنه بكل الفرق، ان هو بيستخلص الكره في التلت الدفاعي عنده في منطقته. صحيح. وده طبعا بيدلل ان الاهلي قوي جدا في الشراسه الهجوميه والضغط العالي. جميل. اتعكس طبعا في عدد لمسات النادي الاهلي جوه منطقه الجزاء، يعني احنا شفناها لو الجدول برضو نعرضه سريعا، بص مقارنه بالفرق انت بيراميدز اقرب حد، لكن بقيه الفرق بعيد تماما جداً. او يعني شوف يا كابتن هاني هنا حتى عدد لمسات داخل منطقه الجزاء المركز الثالث الزمالك 613، يعني معدل 16 مره في المباراه، يعني النسب بتبدا تقل مقارنه بالاهلي اللي 737 لمسه داخل منطقه الجزاء. يعني بنتكلم بقى في اخطر مكان اللي طبعا عارفين طبعا تم التحضير ليه وشكل نخش بقى على عدد الاهداف. احنا قلنا وعارفين الاهلي هو اقوى خط هجوم، لو نبص بقى خط اقوى خط هجوم الاهداف كانت بتيجي ازاي، يعني اهمها وده المرحله مقارنه الاهداف، نتكلم مثلا 63 هدف طبعا عندنا بالراس 8 اهداف ركنيات، 5 اهداف من ركنيات، وهدف وحيد من ضربه حره ثابته، وحتى ضربات الجزاء طبعا الاهلي 9 ضربات جزاء وفي 8 اهداف من خارج منطقه الجزاء. طبعا الاهداف الباقيه طبعا بقيت ال 63 عادي بالقدم اليمنى بالقدم اليسرى من لاعبين مختلفين، ولكن حبينا نركز بس على الثلاث حاجات دول، الاهداف الكتاتي بالراس والركنيات. يعني دايما بقف عند الايجابيات، وكمان حته ممكن نتكلم عليها ضربات الحره، لازم يبقى العدد اكبر من كده شويه، ضربات الحره النادي الاهلي لازم يستغلها، جايبين هدف واحد لازم يبقى اكبر من كده. ضربات الراس بتعتمد على الكروسات اللي جايه وعلى ودقتها التواجد اللعيبه بكثافه زياده ال 18 يعني. ركنيات اعتقد ركنيات يعني علي معلول وعبد المنعم عاملين شغل كويس قوي فيها جدا، وفي تطور، يعني انا عايز اقول ان ده في تطور، يعني 5 اهداف من ركنيات. انا عايز اقول لحضرتك بس الرقم برضو كبير، ان احنا عندنا ركنيات وكروسات يفوق ال 500 ركنيه او 500 كروس في اثناء المباريات، اثناء المباريات طبعا خلال الموسم او الدوري العام لهذا الموسم يا كابتن هاني. عدد الاهداف اللي جايه منهم شويه قليله مقارنه بالتوتال الركنيات او توتال الكروسات، ولكن ده طبعا رؤيه كبيره جدا هتخلينا ان احنا ازاي نكثف والزياده العدديه داخل منطقه الجزاء. عشان مقارنتنا بقى طبعا بقيه الفرق، خلاص انت دلوقتي عينينا على بقيه الفرق ازاي برضو بتلعب، ازاي بتحرز اهداف 58 البيراميدز 52 الزمالك السموحه، بقى بعد كده بقى بيبقى في جاب كبير جدا ما بينهم وما بين الثلاث فرق الكبيره، المسافه كبيره جدا ما بين البدايه من المركز الخامس لغايه النادي الاهلي. صحيح. ده اللي احنا حابين نتكلم عليه، وده اشكال لو نخش زي ما حضرتك قلت الضربات الحره، لو نبص على جدول بيعرض الضربات الحره، احنا طبعا لو مشينا في اعداد في الفرق كلها هناخد وقت طويل. نبص برضو ده مهم جدا، يعني الضربات الحره هنا كابتن هاني، يعني انا بنتكلم على
عرضيات من ضربات حره. كانت سموحه طبعا من اكتر الفرق اللي عملت عرضيات من ضربات حره، سواء كانت ضربات حره ثابته او متحركه، سوري ضربات حره الناجحه بقى، يعني بنتكلم على سموحه كان 59، يعني دقه العرضيات من الضربات الحره عندهم كانت طبعا يعني اقل من 1%، يعني بتتكلم 2 من 10 او 25 من 100، ده بتتكلم بيدلل ان كان دقتها مش قويه جدا بالنسبه مقارنه بعدد العرضيات، يعني بالنسبه للعدد بتاعها. صحيح، نفس كلام اسوان، المقاولين، انبي، الاتحاد. لو نبص بصه سريعه على العرضيات اللي عملوها، اما نخش بقى على الفاركو المصري وبيراميدز وقناه المحله، الاهلي بقى هنا كان عنده عرضيات من ضربات حره 195 عرضيه، منهم 50 عرضيه ناجحه، يعني برضو دقة العرضيات هنا ما يعني نسبة مش عالية، وده اللي اتعكس في عدد الأهداف زي ما كنا بنشوف. صحيح. 5 من ركنيات أو 1 من ضربة حرة مباشرة، وده يعني رقم مهم جدا. انت مهم جدا عشان احنا بنتكلم النادي الأهلي فارق كتير جدا عن باقي الفرق، لكن في حاجات لازم يعني ممكن جدا الموسم الجاي أو خلال الموسم دوت نشتغل عليها أكتر، منها طبعا عرضيات من ضربات حرة 195 عرضية، منها بس 50 ناجح، فالعدد ممكن يزيد شويه وممكن نشتغل عليه بشكل افضل. يعني مظبوط، يعني ولكن بقى صناعه الفرص، صناعه الفرص الموسم الحالي لا، كان عندنا فرص كبيره جدا، سواء كان طبعا الاكس جي الاهداف المتوقعه عند الاهلي، تخيل يا كابتن هاني رقم كبير جدا، رقم من كبير كميه والكواليتي بتاعه الفرص والتسديدات اللي على المرمى، يعني عايزين نشوف بنتكلم في 105، بنتكلم كان ممكن الاهلي يصل للرقم دوت، احنا بنتكلم في 63 هدف، ده يعني انت بتتكلم ان النادي الاهلي كان يقدر يوصل ل 105 هدف. صحيح، خلال الموسم احنا حققنا منهم 63 هدف، وبالتالي كان ممكن جدا لو الاهداف المتوقعه تمت بنجاح كان النادي الاهلي هيوصل ل 105 هدف. مظبوط، وده بقى بيدلل منين؟ من التمريرات المفتاحيه والصناعه اللي حصلت، بتتكلم في 354 تمريره مفتاحيه اتعملت فرصه، تم خلق الفرصه ديت ووصول اللاعب على المرمى ولكن لم يتم رقم يعني كبير طبعا. صحيح، احراز الهدف، 39 اسيست، بنتكلم على خلق فرص محققه، بنتكلم في 393، قربت من تقريبا 400 فرصه محققه للنادي الاهلي، ده رقم كبير جدا. مظبوط، انت عندك الارقام دي يا كابتن هاني مع الكواليتي التسديدات وزوايا التسديدات، زي ما انت بتقول كمان كولر اتكلم على الجزئيه الاخيره ديت، بيقول لك احنا بنخلق فرص كتيره جدا جدا ولكن لسه ما وصلناش لان هو ان احنا نستفيد من الفرص دي ونحولها او نترجمها لاهداف، وده الراجل الحقيقه اتكلم عليه بشكل كبير جدا، تقريبا 400 فرصه محققه للنادي الاهلي خلال الموسم، ده رقم كبير جدا. صحيح، ده كله طبعا بيعكس الرقم اللي بنتكلم عليه الاكس جي الاهداف المتوقعه اللي انت ممكن توصل ل 105 هدف. ليه؟ من كميه الفرص اللي تم صناعتها سواء تمريرات مفتاحيه او اسيست او الفرص المحققه وجوده الفرصه والتسديدات على المرمى. احنا شفنا لو يعني لو دخلنا طبعا بشكل ادق وادق وشفنا عدد التسديدات ومنها على المرمى اون تارجت عدد كبير جدا، حتى الكواليتي بتاعها كان عالي جدا مما رفع الاكس جي او الاهداف المتوقعه عند النادي الاهلي. طيب، مقارنه بقى طبعا نبص على الفرق اللي بعد كده، البيراميدز 85، الزمالك 85، برده 85 كان ممكن يصل ل 85 هدف، على الليل عندهم برده فرص، اما تم طبعا صناعه فرص، تمريرات مفتاحيه عندهم موجوده، ولكن يا كابتن هاني لو قارنا الاهلي بالفرق المنافسه لا في جاب، يعني بنتكلم يعني 354 بعد كده 296، يعني ممكن يكون النسبه في طبعا رقم كبير، بتكلم في اكتر من يعني 55. صحيح. يعني بتكلم 60 فرصه او تمريره مفتاحيه، نفس الكلام هنا بنتكلم على الفرق اللي بعد كده، الزمالك مثلا 33، الاتحاد 287، بقيه الجدول بقى هيعرض لك بقيه الفرق شغاله ازاي، يعني واحنا حتى نستغل الفرصه ونبص على الداخليه مثلا، لان الماتش الجاي مع الداخليه يوم الاحد القادم، نفس كلام يا كابتن هاني، سيراميكا الاهداف المتوقعه عندهم كانت برضه ليه؟ لان في فرص كبيره تم خلقها وتمريرات مفتاحيه وعلى مستوى الصناعه 23 اسيست، المصري نفس الكلام 20 اسيست، تمريرات مفتاحيه 237، عندهم فرص. لو اتكلمنا عن الفرق الهابطه ومنها اسوان يعني خلق فرص للتهديف كبيره جدا، ويمكن دي علامه، يعني خلينا نتكلم كل امانه، دي مشكله الكره المصريه بشكل كبير. مظبوط، ان ممكن تخلق فرص للتهديف لكن الترجمه انك تحرز من الفرص ديت، تحرز منها اهداف، دي هي المشكله الحقيقيه في الكره المصريه كلها، لانك بتفتقد في الكره المصريه المهاجم صريح، يعني يعني ده الشكل العام بتاع الدوري، ان في حتى على مستوى الفرق اللي هبطت زي فريق اسوان كان عنده فرص تهديفيه كبيره وما قدرش يحققها بشكل او باخر، يعني وده من الارقام المهمه جدا. يعني مظبوط، يعني ده حاجه مهمه جدا، حتى شفنا اسوان امام الداخليه
في المباراه الاخيره كانت يعني فازت 4-2 على الداخليه، فازت 4-2 على اسوان. ولكن انا شفت اسوان بصراحه كميه فرص، صناعه الفرص يعني، بصينا على الاحصائيه بتاعه المباراه يعني، بما اننا عندنا مباراه قدام امام الداخليه الماتش الجاي يا كابتن هاني، كان عندهم 2 فوز يعني اخر 5 مباريات عندهم 2 فوز 2 خساره وتعادل واحد امام المصري. المباراتين اللي تم الفوز فيهم سواء كان على اسوان، بصينا على الاحصائيه والارقام، لا بتدلل ان الداخليه كانت ند يعني رد فعل، لان انا شفت على 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 صعيد صناعه الفرص كان الفريق المنافس هو اعلى، التسديدات هو اعلى، الاستحواذ هو اعلى، كل حاجه في الملعب. ولكن ما فيش شك طبعا، انا عارف وجهه نظرك ان مباريات الكاس ايا كانت مباراه مهمه جدا، سواء بتلعب مع فريق يمكن هبط للدرجه الثانيه، فريق يمكن كان مهدد بالهبوط للدرجه الثانيه، لكن يبقى مباريات الكاس مباريات مهمه جدا. صحيح. بس دايما بتمتعنا يعني بالجداول والارقام، ونشكرك شكرا جزيلا، وان شاء الله اكيد متواجدين مع بعض ان شاء الله الفتره. شكرا يا كابتن هاني، كل التوفيق للنادي الاهلي. شكرا ليك. هنروح لفاصل سريع ونرجع تاني مع ضيوفنا الكبار الكابتن عادل تعيمه والكابتن عمرو الحجي. اهلا بحضراتكم مره ثانيه، وبرحب مره ثانيه بنجومنا النهارده الكابتن عادل تعيمه والكابتن عمرو الحديدي. عايز قبل ما نتكلم شويه على مباراه الداخليه، لان مباراه مهمه في بطوله مهمه، بطوله كاس مصر السنه دي، بس عايز اخد رايكم في اللي اتكلمت فيه مع محمد الباز ب تقريبا 400 فرصه محققه للنادي الاهلي في الموسم اللي فات. هل دي آفة الكرة المصرية؟ ما زلنا يا كابتن عادل عندنا مشكلة في ترجمة الفرص المتاحة، يعني عندنا قدرة على خلق الفرص للتهديف، ولكن ترجمة هذه الفرص لغاية دلوقتي المستوى بتكلم على كل الدوري المصري، نادي الأهلي أفضلهم طبعا، ولكن يعني عدد كبير جدا من الفرص المتاحة للتهديف ولكن لم تحقق الهدف منها أو ما ترجمتش بشكل كويس. بالنسبة للنادي الأهلي في جزئين، الجزء الاول في قطاع الناشئين، مفروض من الولد من صغره، من هو من في البراعم لما بيطلع بقى شباب وناشئين طبعا. وهو بالسلسله ديت لابد ان يبقى بيشتغل على الثلاث خشبات، ويشتغل ازاي في على المرمى من كل الزوايا ومن كل المواقف اللي هي ممكن تحصل له في المباراه. صحيح. انت بالكره بتجيلك على صدرك جوه السكس يارد، هتعمل فيها ايه؟ هتلعبها على طول ولا هتوقفها؟ ولا كل المواقف ديت لازم في قطاع الناشئين يتربى عليها، بحيث ان لما يطلع الفريق الاول يبقى الموضوع ده بالنسبه له جاهز. بالنسبه للفريق الاول، المفروض ان الناشئ يبقى طالع المدير الفني للفريق الاول مش هيشتغل معاه ازاي يجيب جول من الزاويه القريبه والزاويه البعيده، لابد ان يبقى طالع واخد المواقف ديت بحيث ان هو مش هيشتغل معاه من البدايه. انت المفروض تبقى في النهايه لما تطلع الفريق الاول يبقى عندك الموهبه ديت وعندك الشغل ده. هي حضرتك بتتكلم في جزء مهم، انك يكون عندك الموهبه، والموهبه دي بتتطور، لان في المواهب بتتطور، يعني عمليه التهديف ديت يبقى في واحد عنده ملكه التهديف ولكن بتتطور بشكل معين، يكون عنده مثلا هدوء داخل ال 18. على فكره ده اتطبق على محمد صلاح، اللي يشوف محمد صلاح قبل موضوع ما يوصل للتوب فورم بتاعه في ليفربول هتلاقي كان شويه عنده هيك، يعني عنده شويه نرفزه شويه، وعمليه الفينشنج هو عالجها بشكل كويس جدا 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 واشتغل عليها، وبتلاقي محمد صلاح في المواقف الصعبه جدا كابتن عمرو ان هو بيتصرف بهدوء جدا وبيقدر يحرز هدف، لان من الحاجات المهمه للمهاجم هي عمليه الهدوء داخل ال 18، عمليه التركيز داخل ال 18، وعمليه السرعه في ترجمه الهدف، وده مهم جدا. انت شايف النقطه دي ازاي؟ سامع حضرتك كنت بتقول يا كابتن هاني، بالنسبه لمحمد صلاح طور من نفسه في 3 حاجات. اول حاجه بقى هو طبعا السبرنت عنده واضح للناس كلها، جوه الصندوق كان بيبقى هادي وبيروح في اتجاه ياخد المدافع في ظهره ويبتدي يوجه بهدوء جوه الصندوق، وبقى ايجابي وخد هداف الدوري. رجله اليمين اللي كانت مش موجوده وصلاح موجود في الدوري المصري عالجها بقى بتسديدات العاب الهواء، بالنسبه لضرب الكره بالراس، مجموعه حاجات. احنا هنا يا كابتن بنستعمل نقول عليها ايه؟ الكره العرضيه بتتعامل معاها ازاي؟ زمان كنا بنلاقيها في هدافين كتير قوي بيجيدوا العاب الهواء زي كابتن حسام حسن، كابتن جمال عبد الحميد، الناس اللي بتجيد العاب الهواء، كابتن رمضان، كابتن ايمن شوقي، الحاجات دي. دلوقتي احنا بنشوف الكره كلها في العمق، يمكن النادي الاهلي على الكره العرضيه هتلاقي عدد الاهداف اقل بكتير من الحاجات اللي بتبقى من العمق، ال1 2 تيك اوفر والاوفرلاب والحاجات دي. احنا زي ما الكابتن عادل بيقول الناشئ اتعود بيطلع عنده نضوج كامل مع الراجل في الدرجه الاولى، بتطور نفسك انت بتشتغل على نفسك ازاي؟
احنا كمدافعين كنا بنجيب مثلا اربع خمس لعيبه يرفعوا بالكره العرضيه بايجابيه ادافع انا عليها واحط فرود من الفراوده اللي موجودين معايا يشتغل معايا بايجابيه، ما فيش حاجه اسمها سلبي، بالايجابيه، ما انا هلعب على مين اجمد من اللي موجودين عندي. بيسموها لقطه مباراه، لقطه مباراه في التمرين بالزبط. ان انت بتخلق بالظبط الحاله اللي ممكن تتخلق في المباراه بتشتغل بنفس الجديه اكنك هي بالظبط زي ما اكون بحط درجه التركيز بتاعتي في التمرين هي بديها لنفسي بهيئ نفسي ان هي نفس موقفي في المباراه بالظبط، مع وجود الاسماء اللي انا بلعب عليها معايا اجمد بكتير من اللي انا هادي عليها المباراه، فانا بدل حطيت نفسي في ده بزيد بطور من نفسي، بجيد العاب الهواء، ببتدي التحم مع التوقيت والارتقاء مع الكوره، مجموعه حاجات للمدافعين هي بالظبط التوقيت بالنسبه للفراوده، التسديدات، شفنا حاجات اتعالجت مع النادي الاهلي بايجابيه في الكوره العرضيه محمد عبد المنعم. محمد عبد المنعم يعتبر احرز اربع اهداف في بطوله افريقيا، التمركز التوقيت اللي ما بين علي معلول والتحرك بمحمد عبد المنعم. وده تمرين يا كابتن. يعني طبعا. بيقولوا كابتن عمرو ده تمرين ومن خلال التدريب حضرتك طبعا خرجت اجيال كثيره جدا ولاعبين كبار في النادي الاهلي وعلى مستوى قطاعات الناشئين. التدريب او الوحده التدريبيه مهمه جدا جدا في المواقف ديت اللي هو خلق موقف مباراه، من خلال خلق الموقف ده بتشتغل وبيدي اللعيب بيديله يعني زي ما بيقول الخبره قبل ما يخش على المباراه نفسها، وبالتالي لما بتجيله في المباراه بيتعامل معاها بهدوء. عايز اكلم حضرتك على جزء بقى، نروح لمباراه كاس مصر، والنادي الاهلي عنده مباراه امام الداخليه. ناس بتتكلم بره يعني الداخليه وما عندهمش فرقه وهم تقريبا دلوقتي 15 لعيب او يعني الامور واخده شكل ان المباراه سهله والمباراه راحه لسكه ان شاء الله راحه لسكه النادي الاهلي، ولكن خطوره دوت ايه على النادي الاهلي المباراه اللي جايه، انه بيلاعب فريق يعني الى حد ما يعني ما فيش توافق عليه او ما فيش يعني لعيبه كتيره موجوده، ممكن ده ينعكس سلبيا ازاي على النادي الاهلي؟ استاذنك بس في النقطه اللي فاتت في طبعًا. دقيقه الجزء الثاني ان كولر طبعا علشان الدوري المضغوط دوت ما بيقدرش يبقى عنده وقت انه يصلح مع الفراوده، وبالنسبه للناس اللي على الاطراف طبعا في علي بيعمل الكرات العرضيه والتسديد والحاجات دي بحكم ان هو متربي طبعا على الامور ديت، فالمدير الفني اللي بيجي النادي الاهلي سواء موسيماني او فايلر او كولر الحين مبقاش عنده وقت لانه بيجي كل 72. الحاجه الثانيه والمهمه جدا واللي فيه واحد مش واخد حقه فيها، يعني اولا محمد عبد المنعم اصلا كان راس حربه، كان عند ياسر رجب، ياسر رجب ده كان لاعب عندنا وكان مدرب برضه معانا يعني. فده كان راس حربه اصر ان هو يلعبه قلب دفاع، وهو صاحب الفضل بعد ربنا سبحانه وتعالى على الولد ده انه يلعب في الحته دي. انا كنت بلعب وينج رايت يعني اول ما فعلا كنت وينج رايت، والكابتن مصطفى حسين طبعا الله يرحمه قال لي لا خليك ورا شويه، انا كان الفكره ان انا اي حد مهاجم بيبقى بيتشاف اكتر او بياخد السيت اكبر، فاحنا واحنا صغيرين قلت له انا بلعب وينج ميناي تمرينتين ثلاثه، قال لي لا ارجع ورا. نفس الوضع يا كابتن هاني، الله يرحمه كابتن هاني مصطفى اول ما بدا كان وينج رايت. وينج رايت اوكي. كابتن فؤاد صيدي راح ملاعبه باك شمال، تخيل من وينج رايت لباك شمال، وبعدين ابتدى يلعب في ماتشات في النادي الاهلي كان بيلعب قلب دفاع. بالنسبه لسؤال حضرتك في ماتشات الكاس، انا بالنسبه لي كنادي اهلي انا هلاعب الداخليه، عندهم 15 عندهم 20 عندهم 50، انا ماليش دعوه بالعرض اللي موجود عندهم، انا ليا دعوه ان انا الماتش ده بيوصلني للدور اللي بعديه، وبالتالي انا بحضر الماتش الداخليه ان انا اخد المباراه سواء كانوا ما في ناس احيانا بتبقى ترمي لك بقى كروت كده. أيوة. ان انا بقى ضعيف وان انا مش قادر اقف وانتوا الجامدين واحنا الضعاف والحاجات دي، وبعدين يبقى هو عامل استعداده على اكمل يعني مستوى. اللي انا بشوفه ان النادي الاهلي المباراه ده، وطبعا انا شايف من الجهاز الفني انه تاني يوم على طول ما خدش فتره راحه، خلاص كل اللعيبه موجوده، اللعيبه اللي كانت واخده راحات كلها خلاص انضمت للتدريب من اسكندريه وموجودين طبعا، رجعوا من اسكندريه على تاني يوم على التمرين على طول. يعني جاي من اسكندريه بالليل وتاني يوم كان في تدريب وكل الناس اللي كانت واخده راحه ابتدت تشتغل. اعتقد ان المباراه في غايه الجديه، وبعدين برضو تكمله ان الراجل كان عايز يعمل نوع من انواع الارقام، بيضرب ارقام، فهو كان عايز يوصل للرقم 90، لما ده ما حصلش في ماتش الحرس ابتدى ياخد
طيب كابتن عندنا صح. عندنا انفوجراف يعني فريق الاعداد محضر له على مستوى القيمه التسويقيه، ارتفاع اكتر اللعيبه ارتفعت قيمتها التسويقيه في الدوري المصري خلال الموسم اللي فات. تعالوا نشوف الانفوجراف دوت، مين اكتر اللعيبه ارتفاعا في القيمه التسويقيه خلال الدوري. بعدين نطلع لفاصل سريع ونرجع مع ضيوفنا الكبار. بحضراتكم مرة تانية. يمكن قبل الفاصل كان معانا انفوجراف بيقول خمس لعيبة في الدوري المصري ارتفعت القيمة التسويقية ليهم خلال نهاية الموسم، ثلاثة منهم من النادي الأهلي، عبد المنعم وأليو ديانج ومروان عطية، وطبعا زيزو من نادي الزمالك وتوري من نادي بيراميدز. كابتن عادل كمان على مستوى القيمة التسويقية لما بتأدي موسم أكثر من رائع على المستوى، نتكلم دايما على المستوى الجماعي ولكن على المستوى الفردي كمان، شفنا محمد عبد المنعم قيمة تسويقية زادت بشكل كبير، واللي كمان كانت مفاجأة بالنسبة لي مروان عطية. مروان عطية ما بقالوش كتير في النادي الأهلي لكن قدر يكون من يعني أفضل خمس لاعبين على مستوى يعني ارتفاع القيمة التسويقية بالنسبة له. وده بيقول لك إنك أنت العين اللي موجودة في النادي الأهلي، العين اللي هي بتاخد اللعيب وبتشتريه، عارفة أن الراجل ده لما يخش المنظومة دي لازم هينجح، فيبقى في خلال أربع شهور يوصل للمستوى ده، ده معناه أن اللاعب ده علشان أجيبه يبقى أنا بستفيد منه الجانب الأدبي والجانب المادي والجانب التربوي كمان، لأن الراجل سلوك لما بيخش مع فرقة 30 واحد وبينسجم معاهم بسرعة معناه أن أنا شفته نفسيا، شفته فنيا، شفته ماديا في خلال أربع شهور، أما لما يقعد سنتين ثلاثة هيوصل لفين؟ فطبعا ده حسن اختيار للصفقة اللي انت بتجيبها وتنقيها بعناية، والكلام ده طبعا زي ما حضرتك عارف موجود في أوروبا طبيعي. وكمان أصل ده مهم جدا كمان كابتن عمرو، علشان بيبقى في نادي أتراكتيف، في نادي لما اللعيب بيروح يقول لك أنا هروح هناك عشان قيمة التسويقية بتاعتي هتزيد، لأن في نجاحات، في بطولات، في مشاركات بشكل كبير جدا، فبالتالي كمان ده جزء مهم جدا ان كمان يبقى في وسائل جذب للعيبه لما تيجي تتكلم مع لعيب وعارف كويس قوي لما يجي النادي الاهلي قيمه التسويقيه هتزيد من خلال جماهيريه النادي الاهلي، من خلال بطولات النادي الاهلي، واكيد من خلال ادائه. يعني كان بالنسبه لك مروان عطيه مفاجاه انه يكون من الخمسه اللي ارتفع قيمه التسويقيه بتاعتهم خلال اربع شهور زي ما الكابتن عادل بيقول؟ طبعا يا كابتن هاني، من 950 الف يورو الى 1.2 وبعدين انت غيرت من طريقه مروان، شغل حمدي فتحي اللي هو الشادو سكارك او الاستراكر الخفي هو كان شغل مروان في الاتحاد. صحيح. انت لعبته دلوقتي الديفندر الثابت اللي بيعمل الدور بتاع ديانج الاول اللي هو يعني الستة رسمي، يعني كان وظائف مختلفه على ما كان بيلعبها في الاتحاد. يعني هي الشطاره بقى في ايه؟ في اللاعب نفسه، الاستفاده، انت طموحك رايح فين؟ انت متعود انك لما تروح النادي الاهلي هتوصل لمنصه التتويج وهتبقى موجود الفتره اللي جايه، عليت من امكانياتك، طورت من ادائك، بتجمع ما بين حاجتين، رقم ستة وتقدر تلعب 8 وتقدر تلعب تحت الفرود وتقدر تزيد. صحيح. انت امكانياتك بتعرض بيها شغلك او طريقه تمرينك او اسلوبك، الخواجه يبقى عارف بالكلام ده، كولر يبقى فاهم الكلام ده. بس يا كابتن هاني، الاربع اسماء اللي موجودين، عبد المنعم او زيزو او ديانج او توريه، بقى لهم مده زمنيه كبيره، يعني بالزبط. كل واحد فيهم في ناديه مش اقل من اربع خمس سنين، يعني هنقول محمد عبد المنعم من ناشئين النادي الاهلي، طلع اعاره ست شهور ولا سنه في سموحه ورجع تاني. زيزو بقى له يجي اربع سنين في الزمالك، توريه ثلاث سنين،
ديانج بقى له 4 سنين، انت لا تتكلم على مروان المده الزمنيه الثلاث شهور او الاربع شهور اللي موجود استفدت من ده، يبقى انت مطلوب انك تزيد مع بدايه الموسم الجديد في عدد البطولات القادمه، سوبر او كاس او كاس عالم الانديه، يبقى انت بتقول انا حطيت رجلي على اول الطريق وعندي استعداد ان انا اكمل واوصل لاعلى نسبه تسويقيه وابقى في المكان ده اكتر واحد. الاضافه لمروان ان هو وهو مع النادي الاهلي بتطوير ادائه مع كولر انضم منتخب مصر وهو موجود في التحدي كان ما كانش موجود في المنتخب صحيح. ما انضمش في الوقت ده، معظم الاسماء اللي موجوده دي الشاطر اللي بيمسك فيها. محمد عبد المنعم لما ادى اداؤه موسيماني في استبعاده قال لك يرجع من اوسع الابواب، ان هو مسك في الطريقه اللي لعب بيها كروش في منتخب مصر ساعه بطوله عربيه، لعب باك رايت في اصابه اكرم وبعد كده لعب ليبرو في اصابه حجازي. اللعيب اللي بيستفيد يا كابتن يعني زي ما بيقولوا عليه امسك ما تسيبهاش، الحته دي فرق كتير 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 في اداء معظم لعيبه النادي الاهلي، اذا كان مثلا كريم فؤاد، اذا كان خالد عبد الفتاح، اذا كان مروان عطيه، كل اسم بينضم انت المفروض بتطور. يعني شفنا حاله كده بتبشر بالخير، معتز محمد جريء وليه شخصيه وراجل بيجيد العاب الهوا وراجل في التمركز، بس الحمل اللي لعبه مع الدرجه الاولى يعني مع الوقت هيكون بيكتسب خبرات المباريات في الفتره اللي جايه. طيب كابتن عادل تعالى مع الساده المشاهدين ومع حضراتكم نشوف اللي جاي بقى للنادي الاهلي وازاي كولر هيتعامل مع كل اللي جاي. يعني عندنا بطوله الكاس بدايه من مباراه الداخليه، وبعدين عندنا في شهر 9 عندنا السوبر الافريقي، وبعدين عندنا في شهر 10 السوبر ليج او الدوري الافريقي، وبعدين عندنا في شهر 12 كاس العالم للانديه. كل دوت كم من البطولات، 4 تقريبا بطولات خلال لغايه شهر 12. ازاي يتعامل كولر مع هذه البطولات بشكل جيد؟ وطبعا كلنا عارفين جماهير النادي الاهلي واحنا كلنا اي بطوله بيخشها النادي الاهلي هو مطالب بالفوز بيها. انت لما بتتعادل مع الحرس الدنيا الناس كانها ما خدتش ولا بطوله. صحيح حاجه غريبه. هو طبعا موقفه صعب انه يعني عشان يظبط كل دوت، وزعل قوي وبقى زعلان وبقى مستخبي ورا المدرب وكلام يعني من ده يعني. النادي الاهلي ده النادي الاهلي يعني. وده اللي مخلي النادي الاهلي دايما في المقدمه، ان صحيح. جمهوره ما بيقبلش حتى التعادل يعني. طبعا هو الراجل نجاح باهر في الموضوع ده. يعني السنه اللي فاتت انت رحت كاس عالم، لفيت العالم كله، رحت في كاس العالم 4 سفريات وبتلعب مين؟ ريال مدريد والسلتا والبوتيفاجو يعني كلها اوكلاند. عندك بطوله افريقيا يعني بطوله افريقيا بقى بتروح مين بقى؟ بتروح لسان داونز في اخر الدنيا، وبعدين تروح رايح الهلال في جو حراره وسفريات على يعني كتيره جدا. فالراجل خلى كل اللعيبه اللي موجوده واقفه زي ما التشبيه بتاعنا بتاع الشارع يعني، واقفين على طراطيف صوابعهم. عندك 4 مدافعين قلبي دفاع كلهم عارف، كل واحد فيهم عارف ان هو ممكن يلعب في اي وقت. صحيح. الاطراف نفس القصه، في وسط الملعب السولية، مروان، ديانج، كان حمدي طبعا اللي جاي دلوقتي، امام في الفراوده سواء كهرباء او شريف او تاو او حسين او عبد القادر، كلهم من خلال توزيع والناس اللي مع الجهاز بصراحه في اعلى مستوى من الاختيار. يعني هو مش المدير الفني بس اللي بيشتغل، ولكن الاستاف اللي شغال معاه بيعلي اللياقه البدنيه، بيشتغل فني على اعلى مستوى، بيعرف عينيه فيها موهبه ان انا كابتن هاني في ميزات في الحته الفلانيه ما فيش حد يشوفها الا هو، وبالتالي قلبه بقى الشجاع وقلبه اللي فعلا عنده قدر من الثقه، بيدي للاعب الثقه في ان انا انزل يا خالد في ماتش الزمالك ينجح ونسبه النجاح تبقى 9 من 10. ده مش هيعملها الا اذا كان هو عنده ثقه في اللاعب، وبيدي للاعب الثقه ان انا بلاعبك وانت لسه بقالكش اسبوعين، بلعبك ماتش في القمه دي وتوصل للمرحله دي. المرحله اللي جايه في غايه الاهميه، هو مش هيغير بس برضه محتاج ان برضه بعض الصفقات لازم تبقى موجوده، واحنا شفنا صفقتين باذن الله تعالى، صفقه راحت وصفقه يمكن لسه ما لم يعلن عنها، واحنا ما بنتكلمش الا لما الصفقه صحيح. تدخل انما صحيح. برضه هيبقى فيه لابد يبقى فيه 4 5 صفقات في غايه الاهميه، لانه عمليه الاحلال وعمليه ان انا عمليه توزيع اللعيبه بدرجه معينه لدرجه انك انت بتبقى عارف ان انت في اي وقت هتلعب، كمان حته الضغينه اللي جوايا
انا معاك في كل اللي بتقوله يا كابتن، بس الامور صعبه جدا لان مفيش تنظيم للمسابقات للاسف. يعني أيوة. تنظيم المسابقات مش متواجد، يعني لغايه دلوقتي احنا ما نعرفش الدوري السنه الجايه هيبدا امتى، وده مهم جدا. حضرتك كنت مدير فني وعارف لما يكون عندك بلان، والله احنا في يوم كذا هيبدا مسابقات الدوري الممتاز للعام او الموسم القادم، يبقى من خلال الميعاد ده هتبدا تظبط فترات راحتك امتى، فتره اعداد هتبقى ماشيه ازاي، الدنيا تبقى عندك ماشيه ازاي. لكن لغايه دلوقتي مش موجود ميعاد محدد لبطوله الدوري السنه الجايه. كل دول العالم ده الميعاد معروف وجدول المسابقه معروف ومحطوط من دلوقتي. فده شوف الدوري الانجليزي خلص امتى، خدوا شهر ونص، هيبداوا 3 اغسطس معروف بالظبط يوم 3 هيبداوا المباريات امتى والساعه كام، وكل ده الجدول خلاص نزل. ما عندهمش هم مشكله في دي. فده كابتن عمرو بيساعد المدير الفني انه يحط البلان بتاعه. لكن انت لغايه دلوقتي هتلعب كاس مصر اللي هتوصل ان شاء الله لغايه الدور قبل النهائي، وبعدين مش هيكمل، هيكمل السنه الجايه. يعني كاس مصر بتاع السنه دي لغايه بس الدور قبل النهائي، وبعدين يكمل السنه الجايه. وبعدين عندك لغايه دلوقتي الدوري ما تعرفش امتى محطوط بدايه الدوري، ما تعرفش الجدول اللي جاي محطوط ازاي. عندك مشكله تانية ان عندك بطولات على مستوى، عندك افريقيا، عندك الاولمبياد، عندنا حتى الكاف للانديه، الكاف برضه لسه ما حطوش. عمليه التنظيم دي اكيد بتاثر على تحضير المدير الفني، ما بيقعد ويحط البلان بتاعه بتاثر عليه بشكل كبير جدا. يمكن يا كابتن هاني كولر اما قال انا بعتذر عن الرابطه وكاس العرب البطوله العربيه، كان زمانه بيلعب لغايه دلوقتي. كنت هتلاقيه النهارده بيلعب. صحيح موجود لغايه دلوقتي. هو اما اعتذر قال لك انسحاب، حتى اما وصلت لمنذر الكفاير قال لك ده خسر من مصر 3 بعد ما انسحب. هو انسحب وقدم اعتذار انه مش عايز يكمل كاس الرابطه. كنت هتلعب لغايه اول امبارح، وهو في البطوله العربيه هتسافر بعد يومين، زمانك موجود، الموضوع منتهي. هو الراجل بذكائه عمل روتيشن حتى في الراحات بتاعته، ادى راحات للعيبه. وبعد المباراه الاخيره بتاعه المصري ضم كل اللعيبه اللي خدت راحات على يوم الخميس، نزلوا الملعب اللي كانوا موجودين واللي كانوا مديهم راحات، اللي هم ال 14 او 13 لعيب اللي هم خدوا اجازه قبل مباراه المصري اللي فاتت دي في اخر المباراه في الدوري. هو الراجل كيف نفسه على اخطاء المصريين، كيف نفسه على اخطاء المصريين. المواعيد لسه مش ظاهره للناس، ام هو عامل لنفسه اعداد مختلف. انا عندي دلوقتي مباراه الكاس، بيتقال حواليها حاجات، يمكن هو حتى عمل جلسه امبارح مع اللعيبه، مش عايز الكلام ده يوصل فيه تراخي في الاداء. انا ماليش دعوه ايه اللي بيدور في الداخليه، انا عايز احقق المباراه عشان دي من مشهد واحد، مباراه تنتهي من صفحه واحده، اخد فيها المباراه وبعدين افكر في الموقف اللي بعديه. شوف يا كابتن هاني، هو بيجمع ما بين كذا حاجه. انا بفكر في الصفقات اللي انا محتاجها، بفكر في ايجابيه ان انا اخلص مباراه كاس مصر، انا نهيت الجزء المهم بالنسبه للدوري، عناية رايحه عشان مباراه السوبر، لسه هفكر في كاس العالم. المده الزمنيه هي 4 شهور بس من غير فتره اعداد. حتى ما هو بيجهز فتره اعداد تتعمل في سويسرا، مش هتلاقيها عددها كبير ولا مدتها كبيره، مش 10 او 12 يوم اقصى حاجه. مش زي طبعا الفرق كلها كابتن عادل، يمكن قبل ما انهي مع حضراتكم، الفرق كلها في العالم كله زي ما حضراتكم شايفين، ليفربول بيروح استراليا، ومانشستر يونايتد بيروح، يعني في فترات اعداد محدده من قبل طبعا الاتحاد. لكن للاسف لسه ما وصلناش ان احنا حتى عندنا جدول منتظم، وعندنا دوري منتظم، وعندنا كمان مواعيد منتظمه في الدوري المصري. كابتن عادل بنشكرك، شكرا جزيلا الحقيقه، نورتنا كالعاده، نورتنا وشرفتنا، ودايما بنتشرف بوجودك معانا. ربنا وانا بتشرف بيك يعني. ربنا يخليك كابتن عمور، دايما متالق وبتشرفنا دايما يا عمور. حبيبي يا كابتن هاني، ربنا يخلي حضرتك. شكرا ليك كابتن. عايزين هنروح لفاصل، بس قبل الفاصل عندنا انفوجراف على ما بين قوسين اللعيبه البدلاء في الدوري المصري، واكثر يعني اللاعبين احرازا للاهداف من خلال دكه البدلاء في الدوري المصري. نشوفه مع حضراتكم ونطلع منه الفاصل، ونرجع نستقبل طبعا خبيرنا التحكيمي الكابتن ناصر عباس.